are the one dealing with the consequences of the situation. نحن من سيتحمل النتائج في النهاية. إذا استمرت الأزياء غير اللائقة في الانتشار، نحن من سيعاني لاحقا. We are the ones to be suffering. المعامل المحلية على وشك الإقفال لأنه لم يعد هناك طلب على بضائعها، ولهذا السبب العديد من المعامل تخفل أبوابها.